وللوقوف أكثر عن التظاهرة التي خرجت اليوم لذوي المعتقلين في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد ومطالبها، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو المكتب الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السيدة أزل عمار. مرحبا بك سيدة أزل. أهلا وسهلا أخي العزيز، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. بداية سيدة أزل، كما تعرفين شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة اليوم تظاهرة عارمة من ذوي المعتقلين، ما هي الأسباب التي دفعتكم لتنظيم هذه التظاهرة؟ دفعتنا لهاي التظاهرات احنا كثرة الإعدامات اللي تصير بالعراق، وبصراحة اللي دا يعدمهم كلهم جماعة المخبر السري، زين جماعة المخبر السري اللي دين عدمون ودين عدمون، يعني أعداد هائلة وناس أبرياء. يعني أنا اليوم البريء ما أجيب أعدمه بسبب مخبر سري أو تعذيب أو شاهد متهم، لأن يعني أنتوا قلتوا أكو قانون عفو، وين قانون عفو؟ تنفذوا قانون العفو وذاك الوقت على كيفكم أعدموا. إحنا ما نقول لكم اللي بصراحة المكطخة يده بدماء العراقيين، لا والله زين، بس أكو ناس أبرياء أخي، وسط التعذيب، مخبر سري، شاهد متهم، زين دعاوي كيديه، ليش دا تعدموهم؟ على ياسني لا دا تعدموهم، زين هو القانون. يعني انتم بالحديث عن هذه الظاهره الاعدامات المعروفه في العراق، يعني كيف تنظرون انتم لها في مركز الرافدين لحقوق الانسان بالتحديد، وانتم جهه مراقبه بحكم عملكم في المجال الحقوقي تحديدا؟ والله انا بالنسبه احنا ننظر لها بان هي باطله، أحكام باطلة. نعم. بحقوق الإنسان كأحكام باطلة هاي، وكمركز رافدين إحنا ننظر لها أحكام باطلة. نعم. طيب ذكرتي أن التظاهرة اليوم هدفت أيضا للمطالبة بتمرير قانون العفو العام، هذا القانون المهم والحساس، ما الذي يمنع تمرير القانون هذا برأيك رغم مرور أكثر من عام تقريبا على طرحه أمام البرلمان؟ والله لحد هسه يا استاذ العزيز ما دين اعرف، ناس تقول اكو صار اتفاق سياسي، ناس تقول ماكو توافق سياسي، بس الاكثر شيء احنا اللي حاليا نعرفه بان هو ماكو توافق سياسي على مود يدخلون رئيس برلمان ويصير توافق سياسي بالموضوع. نعم، عضو المكتب الاقليمي لمركز الرافدين الدولي للعداله وحقوق الانسان السيده أزل عمار، شكرا لانضمامك الينا.